مشاهدينا ننطلق معاكم إلى هذه الجولة. أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي وبإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم في محافظة الطائف منتدى الشعر العربي في إطار الاحتفاء بعام الشعر العربي. تفاصيل أكثر بنعرفها مع زميل محمد الثقافي من أرض الطائف. مساك الله بالخير زميلي محمد، مع المشاهدين نتذوق الآن معاك في هذه التغطية الثقافة والأدب، تفضل. أهلا عهد، مسائك سعيد وشكرا لك. مع هذه الأجواء الماتعة والماطرة والشاعرية بالمقام الأول، يقام منتدى الشعر العربي بالتزامن مع عام الشعر العربي وبالقرب من سوق عكاظ ومعلقاته الشعرية الخالدة، مرورا بالتجارب الشعرية والمدارس أيضا والفنون الأدائية التي احتوت عليها مدينة الطائف. اليوم يجتمع النقاد والمفكرين والمثقفين أيضا، ليس للشعر وللقصيد فحسب وإنما لتحليل واقع الشعر ودراسته. أيضا ما يميز هذا المنتدى هو المشاركة الدولية التي حظي بها من خلال المتحدثين وأيضا عدد من الجهات المشاركة الثقافية، أبرز الجهات الثقافية التي فعلا تواجدت في هذا المنتدى لإبراز أيضا وجهها ودورها الثقافي. سنكون أيضا بمعية الضيفة الدكتورة مجدولينا كوبارك من دولة بولندا الأكاديمية والباحثة، التي أيضا كان لها مشاركة في هذا المنتدى في جلسات هذا المساء. أهلا وسهلا بك دكتورة مجدولينا. أهلا وسهلا بك، سعداء بتواجدك معنا اليوم في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الطائف لمنتدى الشعر العربي. في البداية، كيف تقيمين مستوى هذا المنتدى؟ أولا أنا سعيدة جدا أن أكون جزءا من هذه الجهود الراية، واشتركت اليوم في جلسة وكنا نتحاور أنا والزملاء الكرام إشكالية وظيفة الشعر في العالم المعاصر ووظيفة الشاعر في وقتنا الحاضر. نعم، وهناك كثيرون من يقول أن هناك أزمة الشعر، لكن أنا في رأيي الشعر ما زال وسيلة مهمة للتعبير عن التعبير والوصف العالم الذي حولنا. نعم، وفي رأيي أنا أيضا أن الشعر خير طريقة إبداعها الإنسان لتعبير عن أحزانه وأحلامه وأفراحه. نعم، وأظن أن بالوضوح يتبين أن العالم ما زال في الحاجة إلى الشعر. نعم، ومن جهة أخرى أيضا لا شك أن هذا نوع من النشاط الإبداعي في وقتنا الحاضر يحتاج إلى الدعم الخاص. نعم، من قبل المؤسسات المختلفة، وضمن هذه الجهود هذا المنتدى، وأظن أن هذا المنتدى يعطي فرصة للشعراء لإيجاد سبل جديدة أو السبل الجديدة للوصول إلى عقول الناس وقلوبهم. كل شكر لك دكتورة مجدولينا. إذن كانت هذه إحدى المشاركات الواسعة التي حملت أيضا أو حملها المنتدى ضمن أجندته ومواضيعه الكبيرة أيضا، والتي تناقش فعلا واقع الشعر وأيضا تاريخه ومستقبله. أيضا يتزامن هذا المنتدى عهد مع أيضا إعلان الطائف كمدينة مبدعة ضمن شبكة اليونسكو، وهذا أيضا ما يؤكد ويبرهن على أن الطائف دائما ما تصنع الإبداع كثقافة وجزء من استراتيجيتها في بناء الإنسان على كافة الأصعدة. وهذا أيضا التواتر وهذا الاحتفاء الذي دائما تحظى به مدينة الطائف ليس بمستغرب عليها، نظرا لما تتمتع به من أجواء وأيضا من تجارب مبدعة فعلا صدعت وصدحت في سماء الإبداع. وأعود لك الآن بالصوت والصورة. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث المميز والرائع عن منتدى الشعر العربي. يعطيك العافية زميلي محمد الثقفي، شكرا أكيد لضيفتك اللي تحدثت معك في هذه التغطية.